السلام عليكم ورحمة الله. سنتحدث اليوم عن أكبر اكتشاف علمي لجامعة هارفارد في تاريخها. الدراسة بدأت قبل أكثر من 80 عاما. تصوروا دراسة تستمر لأكثر من 80 عاما، يموت كثير من العلماء الذين بدأوا هذه الدراسة وشاركوا فيها، وعلى الرغم من ذلك تستمر هذه الدراسة. هذه الدراسة أخي الحبيب لا تتعلق بالكون أو الفضاء أو علوم الأرض أو البحار أو الجبال أو غير ذلك، لا، إنها تتعلق بك وبي أنا، وهي أنا بنظري هي أهم دراسة وأهم اكتشاف علمي، لأنه يهدف لتحقيق الهدف الأعظم لكل الناس. يعني أنت الآن لماذا تعمل؟ لماذا تجمع المال؟ لماذا تحمل الهموم؟ لماذا تدرس؟ ما هو هدفك؟ كلنا نطمح لتحقيق السعادة في الحياة. ماذا تعني السعادة؟ أن تكون مرتاحا، هادئا، مطمئنا، حياة مطمئنة. ومعظم الناس يعتقد أن السعادة تأتي نتيجة الوضع المادي الجيد، الرفاهية، السلطة أو الشهرة أو غير ذلك. فجامعة هارفارد منذ تقريبا عام 1938 بدأت باختبار هذه الفكرة، هل هي صحيحة؟ يعني هل المال فعلا هو الذي يحل المشاكل ويضمن السعادة والحياة الآمنة المستقرة مع الحفاظ على صحة جيدة وعمر أطول؟ طيب هل مثلا الشهرة تضمن ذلك؟ ما هي العوامل؟ الحقيقة جامعة هارفارد ماذا فعلت؟ جاءت بحدود 700 طالب من جامعة هارفارد ذاتها، وأخذوا أيضا بالمقابل عددا من الناس، من أفقر الناس، من فقراء أمريكا الذين لا هدف لهم ولا يتمتعون بأي مال، ومعظمهم محروم من أبسط شؤون الحياة. طبعا معروف طلاب جامعة هارفارد غالبا يكونون على مستوى مادي عالي، لأن تكاليف هذه الجامعة مرتفعة، والمستوى العلمي الذي يتمتع به خريج هذه الجامعة عادة يكون مرتفعا. طيب ماذا كانت النتيجة؟ خلال 80 سنة، تصور معظم الدراسات لا تستمر أكثر من 10 سنوات بسبب موت من وضع هذه الدراسة، أو عدم وجود تمويل مادي، أو يفقدون الرغبة من الاستمرار. ولكن سبحان الله قدر الله لهذه الدراسة أن تستمر، لنكتشف اليوم في القرن 21 أن كل النتائج التي وصلوا إليها أخبرنا عنها القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام بدقة وتطابق لا مثيل له. عدد كبير من الذين شاركوا في هذه الدراسة كما قلت لكم ماتوا، فقاموا بحساب أعمارهم التي عاشوها، وكانوا يراقبون الحالة الصحية لكل شخص، يعني مستوى الكوليسترول في الدم، ضغط الدم، حالة القلب، بالإضافة إلى أسئلة تسأل باستمرار عن أهدافهم في الحياة، عن علاقاتهم، عن حياتهم، عن سعادتهم في البيت. هل هو راض عن حياته؟ هل هو سعيد مع زوجته؟ كل هذه يعني كمية هائلة من البيانات تمتلكها الآن جامعة هارفارد حول هذا الموضوع. وقاموا باستخدام الكمبيوتر طبعا وبرامج إحصاء وغير ذلك لاستخلاص النتائج المهمة من هذه الدراسة. انظر معي ماذا وجدوا أيها الأحبة. بغض النظر عن الوضع المادي، سواء كنت طالبا في جامعة هارفارد أو كنت في حي فقير محروم من أبسط احتياجات الحياة، نتيجة واحدة،
الشخص الذي لديه علاقات جيدة مع أسرته وبخاصة الزوجة والأولاد والأقارب ومع محيطه في العمل أو الدراسة ومع محيطه في الحي أو في البيئة التي يعيش بها، نوعية هذه العلاقات هي التي كان لها الأثر الأكبر على الحالة الصحية للإنسان. يعني تخيل أنهم في عمر 50 سنة، هؤلاء المشاركين في الدراسة، عندما حاول العلماء أن يتنبؤوا بحالتهم الصحية بعد 30 سنة، يعني جاءوا بمجموعة بعمر 50 سنة وكانوا يتوقعون أن الحالة الصحية في عمر 80 تعتمد على الأمراض المزمنة، ضغط الدم وغير ذلك، على حالة القلب، حالة الدماغ، حالة كذا. لم يجدوا شيئا من هذا. وجدوا أن الذي يحدد السعادة والحالة الصحية في عمر 80 هو العلاقات الطيبة التي عشتها قبل عمر 50. يعني انظر إلى تأثير العلاقات الجيدة والطيبة مع الآخرين على صحتك. نحن كلنا نعتقد أن الرياضة والغذاء الصحي والطبيعي وكذا هو الذي يؤثر. تبين بنتيجة هذه الدراسة أن هناك عامل أهم بكثير، وهو العلاقات الطيبة مع وهذا أمر طبيعي سنشرحه بعد قليل. وجدوا أن أكبر عامل مدمر للصحة وللسعادة ويقصر العمر هو إحساسك بالوحدة أو العزلة. أحيانا الإنسان يكون محاط بمئات الناس ولكن في داخله يشعر بأنه وحيد منعزل، لا أحد يهتم به، لا أحد يكترث به. هناك أناس في مناطق وبخاصة كثير منهم ملحدون يموت ولا أحد يسمع به. تصور معي أخي الحبيب. الزواج قليل المودة، هكذا يكتبون، يؤثر على أداء القلب وعلى أداء الدماغ وربما أكثر من الطلاق. يعني أنت عندما تكون في مشاكل يومية مع زوجتك، هناك من الأزواج من يتمنى لها الموت أو هي تتمنى له الموت من شدة المشاكل والآلام والكوارث الموجودة بينهما للأسف. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني فكر أيها الإنسان، اقضي على كل المشاكل في بيتك لأنها هي التي ستدمر حالتك الصحية أكثر من الغذاء السيء. على فكرة العلاقات السيئة تدمر الحالة الصحية أكثر. وبالتالي هذه الجامعة عندما نشرت هذه النتائج كانت صادمة لكثير من الباحثين وكثير من الملحدين بخاصة، لأن الإلحاد دائما يدعو، أو في نظام الإلحاد العلاقات لا مكان لها. يعني ليس لديهم بر والدين، ليس لديهم الحالة العاطفية التي يعيشها، ليس لديهم موضوع المودة في الزواج. لذلك تجد معظمهم يربي كلبا أو يتخذ صديقة، ليس لديهم هذه المفاهيم الموجودة لدينا أيها الأحبة. يعني تخيل بعد 80 سنة يصلون للنتائج التي
أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معي إلى هذا الحديث الشريف والعظيم. النبي يخاطب أحد الصحابة يقول: يا عقبة استمع، وهو نداء لنا أيها الأحبة، يقول له: صل من قطعك. فكر معي بهذا الأمر، صل من قطعك، ثلاث كلمات، وأعطي من حرمك، ثلاث كلمات، واعفو عمن ظلمك. هذا الحديث والله أيها الأحبة إذا أردنا أن نشرحه الآن يلخص لنا دراسة جامعة هارفارد لمدة 80 سنة. ما معنى صل من قطعك؟ يعني احرص على العلاقات الطيبة حتى لو قطعك الناس وابتعدوا عنك، أنت احرص أن تتواصل معهم. هذا ما تقوله جامعة هارفارد. العلاقات الطيبة يقولون احرص عليها بشدة، حتى إن كثير من علمائهم يقول لك: اترك هذا الموبايل، ابتعد عن الموبايل وفكر أن تتواصل مع أبنائك، أقربائك، جارك، علاقة قديمة انتهت قم بإحيائها، وهكذا. طب هذا ما قاله النبي: صل من قطعك. أنا والله عندما كنت أقرأ هذه الدراسة وقرأت مطولا عنها، ملخص بثلاث كلمات: صل من قطعك فقط. صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة، قوة الإسلام في تعاليمه. هم يقولون: ماذا يوجد في الإسلام؟ ما هو تعاليم الإسلام تتفق مع الفطرة السليمة. طيب الآن أخي الحبيب، ما معنى وأعطي من حرمك؟ هذه نتيجة وصلت إليها جامعة هارفارد أيضا في هذه الدراسة، أن أكثر ما يجلب السعادة للإنسان العطاء، كثرة الصدقة والعطاء، كثرة الإنفاق على الفقراء، أن تفرح إنسان محتاج، أن تقدم مساعدة لإنسان وترى الفرحة على وجهه. تخيل أنهم قاموا بسؤال آلاف الأشخاص عن مستوى السعادة لديهم والرضا، وقاسوا حالتهم الصحية، وجدوا أن الذي يعطي أكثر وينفق أكثر ويساعد الناس أكثر ويقوم بما يسمى أعمال تطوعية دون مقابل، يعني يقدم خدمات للناس أكثر، العطاء يعني، كان أطول عمرا، يعيش معدل عمر أطول وأكثر سعادة وأكثر صحة أيضا. تخيل معي، النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يقل أعطي وانتظر من الناس الشكر، قال: وأعطي من حرمك. تصور، وأعطي من حرمك، كأنه يقول لك: إياك أن تتخلى عن العطاء، لأن هذا العطاء هو الذي يضمن لك الحياة المستقرة المطمئنة بإذن الله. طيب إذن القضية الثالثة أيضا جاءت في دراسة جامعة هارفارد الطويلة، يقولون: إن الإنسان الذي لديه حب للحقد وميل للانتقام يعيش حياة تعيسة، وقلبه يكون يعني نظام القلب وأداء القلب يكون أضعف من إنسان متسامح، حتى إنهم قالوا بالحرف الواحد: وجدوا أن أطول الناس عمرا أكثرهم تسامحا وأكثرهم عفوا عن الآخرين، العفو. لذلك هم يهدفون لنشر ثقافة العفو عن الآخرين لضمان السعادة الشخصية ولضمان الصحة ولضمان العمر المديد. طب النبي ماذا يقول؟ واعفو عمن ظلمك، أن تعفو عمن ظلمك،
يعني ليس فقط أن تمارس العفو على بشكل عام، لا، حتى من يظلمك اعفو عنه صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة، أنا وجدت هذا الحديث هو ملخص بأقل عدد من الكلمات، 9 كلمات فقط، 9 كلمات لخص لنا دراسة استمرت تقريبا 86 سنة، قريب 90 سنة، يعني لخصها في 9 كلمات عليه الصلاة والسلام. طيب، من نتائج هذه الدراسة أنهم يقولون ليس المهم كثرة العلاقات ولكن جودة العلاقات، أن تكون العلاقات طيبة، أن تكون علاقات حميمية. انظر معي إلى هذه الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة يتحول إلى ماذا؟ عندما تدفع بالتي هي أحسن، كأنه ولي حميم. حميم يعني شديد العلاقة، حميمية يعني شديد الحب والمودة والقرب. تصور أن القرآن هنا يأمرنا أن نحول أعداءنا لمحبين لنا. ادفع بالتي هي أحسن، وهذا سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عندما فتح مكة، الذين قاتلوه وآذوه وشوهوا سمعته وتآمروا على قتله وفعلوا كل شيء، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. فإذا هنا أخي الحبيب، عندما دفع النبي هنا بالتي هي أحسن وعفى عنهم، انقلبوا من أعداء إلى محبين. سبحان الله، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طيب، من الأشياء المهمة وأختم بها لأن الدراسة طويلة جدا، ما يتعلق بكبار السن. يقول لك في عمر 80 سنة مثلا، وجدوا بعض الناس يتمتعون بصحة قوية واطمئنان وسعادة. طيب، ما هو السر في عمر 80؟ بالإضافة لما ذكرنا، وجدوا عامل مهم جدا، وهو أن وجدوا عندما سألوا هؤلاء الأشخاص، كانوا يثقون بأقاربهم، بأبنائهم وأزواجهم وزوجاتهم. سأشرح لكم كيف. يعني الإنسان عندما يكون فوق 50، 60، 70، 80، كلما كان اعتماده على أبنائه أكثر ويثق بهم أكثر ويطمئن أنهم لن يتخلوا عنه، تكون صحته أفضل. يعني يشعر بالأمان معهم، يشعر بأنهم قريبون منه. الإلحاد أيها الأحبة دمر هذه القاعدة، دمر بر الوالدين. لذلك الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، حتى كلمة أف إياك أن تقولها، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر، كلما تقدم السن بالأبوين يجب عليك أن تعتني بهما أكثر، أن تخفض لهما جناح الذل، تتذلل بين أيديهما، لأن هذا يمنح الأب والأم الصحة ويمنحهم الثقة بك، وتقدم لهم هذا الدعم النفسي الذي يجعلهم أطول عمرا وأكثر صحة وحياتهم أكثر سعادة. طيب، بالله عليكم، أنا الآن أريد أن يعني أسأل هذا السؤال:
كل هذه الدراسة وكل هؤلاء العلماء الذين شاركوا فيها على مدى قلت لكم ما يقرب من 90 سنة، 86 أو 87 سنة، كل هذه النتائج التي وصلوا إليها هي موجودة في القرآن وفي السنة. أليس الأجدر بنا أن نتبع نصائح هذا النبي الكريم؟ أليس الأجدر بنا أن نطبق ما جاء في القرآن؟ يعني ننتظر 80 سنة حتى جامعة هارفارد تخبرنا وتقول لنا صل من قطعك، هذا ملخص الدراسة، يعني احرص على العلاقات الطيبة، وتقول لنا العطاء، أهمية العطاء، وأعطي من حرمك، ويتحدثون عن أهمية العفو، واعفو عمن ظلمك. يعني ننتظر كل هذه المدة والحديث موجود بين أيدينا. هذه الدراسة أيها الأحبة أيضا وجدوا أن هذه الأشياء، العطاء والعفو والعلاقات الطيبة، التواصل مع الآخرين، مهم جدا لسلامة الدماغ أيضا. فالإنسان كلما كانت علاقاته أفضل وكان متسامحا مع الناس ولديه عطاء يكون أداء الدماغ أفضل بعد سن 50 ويستمر حتى 80 و90. لذلك أيها الأحبة كل هذا الأمر يعني كل هذه الأشياء التي ذكرناها موجودة لدينا في القرآن وفي السنة. فهذه نصيحة أخي الحبيب، ارجع إلى كتاب ربك، إلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، لتتمتع بصحة جيدة، بسعادة أكبر، بحياة مطمئنة وعمر أطول. طيب ماذا، ما هو هدفك في الحياة؟ هذه هي الأهداف في الحياة الدنيا، يعني كلنا نهدف الحياة المطمئنة. وتبقى هذه الآية الكريمة عنوان، أنا إذا أردت أن أضع عنوان لهذه الدراسة هذه الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما معنى من عمل صالحا؟ العطاء من العمل الصالح، العفو من العمل الصالح، صلة الرحم من العمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، لا يتوقف الأمر هنا. جامعة هارفارد توقفت عند الحياة الدنيا، لا، القرآن يضيف لك ما بعد الموت، وهذه روعة القرآن، روعة الإسلام. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة، يعني ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من هؤلاء الذين تحدثت عنهم هذه الآية، لنعيش هذه الحياة المطمئنة ونلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.